ورا لي هذيك اللعيبه ديال الاتحاد المغربي الشغله ديال هي حداك هي اللقاء ديال وقاشين هادي راه لا خليني واقف خليني معذب خليني معذب انا رزقي حار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه للصحافه اللي كتواجد معنا دائما وكتازرنا وكتواكب معنا الاحداث. معكم عبد اللطيف الكنداوي نائب الكاتب العام الوطني للمقاولين الذاتيين منضوي تحت لواء النقابه الديمقراطيه للنقل، النقابه الوحيده الشبابيه الواعده اللي عبرت عن علو كعبها في المرافعه وفي الانتصار والانصاف للسائق المهني وللعنصر البشري. احنا كمهنيين التحقوا من قطاع سيارات الاجره للاشتغال عبر التطبيقات، وحنا كمواطنين حاملي شهادات وشباب عاطلين عن العمل التحقوا بهذا التوجه هذا باش يخدموا ويكتبوا القود ديالهم. حنا كمواطنين عاديين كيضمن لينا حقنا في فرصه الشغل القانون المغربي والدستور المغربي. في اطار العمل النقابي ديالنا كننشطوا في جميع الاتجاهات وكنديروا مراسلات وكنحاولوا ما امكن نكونوا اكفاء لهذه المؤسسه الدستوريه اللي خولها لنا الدستور خولها لنا القانون المغربي. حنا كنخدموا في هذا الاطار هذا من اجل تقنين ومن اجل ترخيص واحد الطريقه ديال العمل ديال الشباب وديال المواطنين ومن اجل تلبيه الحاجيات ديال المواطنين اللي كيشكل فيها خصاص هذا القطاع هذا ديال النقل. فاحنا كقطاع كنقابه كتمثل النقل وكتخدم في مجال النقل ونقابه اقطاعيه، فكنعبروا عن راينا بحريه وكنعبروا عن حريتنا اللي كيخولها لنا الدستور والقانون. كنا كنديروا تدخل انذاك في الحادثه اللي وقعت، كنا كنديروا تدخل عادي تدخل نقابي، جينا باش نفكوا النزاع باش نفضوا النزاع لما يمارسه بعض الإخوان ديالنا في سيارات الأجرة في الطاكسي، لما يمارسه بعض العصابات المتمثلة في قلة قليلة لا تشكل 30 أو 40 شخص اللي كيخرجوا للشارع وكيديروا هذا الاستدراج ونصب الكمين وانتحال صفة ينظموها القانون وكيديروا هذا العمل المخل بالقانون. كيبراكيو كانوا عاطينا إلى حد ما احتقار، فملي تجرؤوا وخذوا الجرأة وخذوا على العاتق ديالهم انهم يخرجوا للشارع ويواجهونا، فجينا بغينا نفضوا النزاع بغينا نديروا تدخل عادي تدخل قانوني. فانا بعدا حاليا كنهضر على راسي، فملي شافوني انا راه بحال كحلوا بالعمى. علاش؟ نظرا لواحد واحد التصريح صحفي درته مؤخرا في واحد الصحافي في واحد الصحافه واحد المنبر اعلامي الكتروني، درت واحد التصريح صحفي عبرت فيه على الراي ديالي على المذهب ديال 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 المبادئ ديال النقابه ديالي على التوجه ديالي. فهذاك التصريح خدا الصيت ديالو وكان الواقع ديالو عليهم. ملي شافوني على اثر هذاك التصريح داروا لي يد من الفوقانيه بالدارجه. هاد الناس هادو حاقدين قاصدين داكشي اللي تيديروه حاقدين. انا لما تواجدت في عين المكان توجهت عند ناس كنعرفهم شخصيا. انا كسائق مهني سابق في سياره الاجره في الطاكسي كنعرفهم، اشتغلت معاهم اطار نقابي في النقابه اللي كينتموا ليها، توجهت عندهم باش تكلم معاهم عادي. اللي كان توجه قدامه تلقاه الشراره كتلاح من عينيهم ديال الحقد ديال الكراهيه. اللي كيدفعك اللي كيضربك اللي لقيت اللي مشيت نهضر مع واحد ضربني واحد لعينيه طيح لي نظاظري هرسهم لي الاخر عفط عليهم، يعني تعبيرا عن حقد وغل وكراهيه يعني واحتقان وتعبئه من طرفهم. لان كنسمعوا دائما في الاجتماعات ديالهم وفي الاوديوات اللي كتوصلنا عنهم انهم تيطالبوا وتيناديوا بالتعبئه الشامله ضدنا. حنا مواطنين، حنا كنلبيو حاجيات مواطنين اخرين. حنا ناس كطلبنا بار ساتيليت، كطلبنا بتقنيات تكنولوجيه، كطلبنا بتطبيقات ذكيه موجوده في البلاد. وللاشاره بغيت نشير لواحد النقطه هنايا، بعضهم كيعطي تصريحات وانا غنذكره بالاسم ردعا ليه وتوجيها للكلام اللي غنذكره بالاسم. هذاك اللي كيسمي راسو شعبان واللي هو سميته اصلا شبعان وهو اصلا في الاصل هو جيعان، اللي كيقول بان هذه التطبيقات يعني تسير من طرف جهات اجنبيه خارجيه معاديه للوطن. واش انت كتتهم الجهاز الامني؟ واش انت كتتهم جهاز المخابرات؟ واش انت كتتهم الحكومه؟ واش انت كتتهم الدوله بانها ما دايرهاش خدمتها مخليه ناس اعداء ديال الوطن وكتسوق لهذا الفكر هذا وكتسوق لهذه نظريه المؤامره باش كتتهم الامن والدوله والحكومه والسلطات بانهم ما دايرينش خدمتهم
وكيقولوا بان كيقول لك هو بالفم المليان بان هاد الاموال اللي كتجني هاد الاستثمارات هنا ديال هاد التطبيقات كتمشي للجنرالات ديال كذا وكذا ديال الدوله المعاديه. واش انت كتتهمنا حنا كمواطنين كنخدموا اولا كتهم الدوله بانها ما قداش تحمي الوطن وما قداش تحمي الحمى ديالها؟ هذيك الاستثمارات الخارجيه اللي كتكون كتستثمر في البلاد ديالنا هذيك جات عبر واحد السياسه رشيده وواحد استراتيجيه وضعها سيدنا صاحب الجلاله الملك نصره الله، وضع استثمارات خارجيه كيشجعها في الخطابات ديالو، كيدعي لتشجيعها في الخطابات ديالو، كيدعي دائما للتعامل مع هذه التكنولوجيا ومع هذه الاستثمارات الخارجيه اللي كتنمي الاقتصاد ديالنا واللي كتمنح فرص الشغل للشباب واللي كتنمي التنميه البشريه. فاحنا كمواطنين من حقنا استغلال اي حاجه ومن حقنا مواكبه واستتبع اي استراتيجيه وضعها صاحب الجلاله. احنا كشباب لقينا فرصه الشغل خدمنا فيها بتفاني كنأديو جودة الخدمات الاحترام التام. كيتهمونا بالاغتصاب، كتهمنا بالاغتصاب. سمع التعليقات اللي كاينين في ذاك الفيديو اللي تهمتينا فيه بالاغتصاب، المواطنين كيقولوا لك خليهم يغتصبونا. سيدي كيقولوا بالفم المليان، يرجعوا لتعليقات الناس بالفم المليان كيقولوا بان حنا ما كنغتصبوش الناس، حنا كنقوموا بجودة الخدمة. الناس اللي كتطلبنا كتعاود تطلبنا وكتبقى تطلبنا وتصر على انها تطلبنا، وكنتعاملوا معاهم في اطار جوده الخدمه وفي اطار واحد لاباز دو دوني اللي هي تراسيبيليتي موجوده، كل شيء موجود. الناس لا لوا امبليكي سور لي زابليكاسيون اي سيفير انفير لي شوفور اي انفير لي كليون. ما يبقاوش يعطيو المغالطات للمواطنين وما يبقاوش يناضلوا بدعوى النضال، هما اختصروا واختزلوا النضال ديالهم في البلطجه وفي البراكاج وفي انتحال صفه يقدموها القانون. وتحياتي للشعب المغربي وعاش الملك. وحنا هذه هي الخدمه باش كنخدموا، وهذه هي الخدمه باش غنبقاو نخدموا، وحنا مصرين على اننا عنصر بشري باننا مواطنين وغنبقاو باقين على هذا الامل هذا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.